الابن بفحل عبوه. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وحبايبي، رجعنا لكم يوم جديد والاجواء اللي انا بموت عليها هاي، الشتاء والنسمة الباردة، يعني بكيف على الجو. طبعا قبل اي شيء بدنا نكسب الصلاة على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا احنا ما بنحب نقطعكم الفيديوهات، وممكننا نعمل كل يوم بعد يوم فيديو، ولكن باليوم اللي ما بنزل فيه هاي فزت المثاليف قطعنا بحكينا. طبعا باليوم اللي ما بنزل فيه فيديو بصراحة بزعل، يعني ما هيك بكون مش مرتاح. فخلص تعودت اني انزل لكم كل يوم فيديو، وكل يوم هيك قاعدة مع الحمامات وكش ودز زي ما بقولوها. فاينا والله قاعدين ارتحنا على المخاليف هسه، نسمة حلوة يعني بكيف على النسمة هاي. هاي النسمة شغل ايش؟ فنجان قهوة زي ما انا عامل، فنجان قهوة وقاعد شو مع الحمام، قداش غير هيك. طبعا البولندي ما رضيش يفل و 90% طيارة، 90% طيارة، واللي قال لي عنه قال لي فل مني فحل وهذا هو ما نعرف شو هاي طيارة. أم بده يضحك علي، عينك عينك بس بشر. اسلوب هذا ترى مش مليح، يبقى واحد زي هيك يجي يقول لك الطير هذا إلي وهو مش إله. فالناس يوم تصايد، يوم ما تصايد الكل ترى عشان السلافة هاي تريح راسها من القصة هاي. بس انا منه علي ما بحبش اصايد حدا، مع انه ما بزعلش عن الطير اللي بنصاد لي، بس خلاص ما بحبش الصيد، زلمة مسالم انا. الصيد متعة انه بس. المخاليف بلشت يطق معها تهوج. طبعا هاي قربت تخلص، يعني بدها شهور ان شاء الله، بجهز منها 30 بندز نصبح احنا وياكم نتسلى عليها، بندز نصبح البلاش كالحمر والبنادق الزوادي والشغلات هاي. يعني هذا على الصماي البلجيكي، واللي قدامه على الصماي على الرداي، وهذاك الازرق على الرداي، يعني ظلت ترمي الصماي. في منها كثير رامي الصماي، فيها كثير من البلاشكا الحمر، من الكشامرة، في بلجيكي شفار يعني زي هذاك الفحل رامي الصماي، في كثير شغلات رامي الصماي. الأسود هذا كسر الصماي، ولا طير خلص يعني كسر الصماي وريحته. كذا غندي بفح شكلي. فحل فحل أبلق أبلق يا حمصي، تعال أبلق فاضح. بس مستوى عادي يعني، مستوى كش، لكنه نظام عين زيتية ما شاء الله عليه، يعني عينه مدفونة ولكنه زراقه غامق شوي.
بدنا فحل، إذا في حدا حوالي فحل بدي فحل، بدي طيرة مسويد تكون حلوة يعني. وبدنا طيرة برملية، والله بدنا طواير يعني، بدنا يا لسه لسه يعني عشان نجهز للزقة بدنا حوالي هيك 15-20 طير يعني، نزق بذرة بلدية إن شاء الله السنة عندنا. مع إنها بتغلب وبتطلع الروح، بس أنا زلمة روح يعني خلاص، عندي طولة بال، عندي طولة بال إن شاء الله، وإن شاء الله راح أنتج لكم فراخ بذرة بلدية إن شاء الله السنة. يعني كل سنة بحب أجرد إشي يعني، العام جردت طقاطيق، السنة جردت حمام عسكرية، إن شاء الله السنة هاي حمام حلوة إن شاء الكريم، السنة هاي بدي أنتج حمام حلوة، لأنه خلص الواحد بزق اللي ناقصه يعني. العام كان ناقصني حمام قوية، السنة عفوا كان ناقصني حمام قوية، الحمد لله صار موجود يعني لسنتين ثلاث بزقش عسكرية، وبعد ذلك يعني الواحد إلا ما يطلع فرخ فرخين عسكريات يعني. إذا بطلع السنة هاي بطلع بس بلاشكا حمر، إذا يعني شنو بدي أحط للتحطين البلاشكا عشان حنونات ما شاء الله عليهن، ونطلع فرخين ثلاث أربعة بنخليهن، وإذا طلع عندي زيادة عسكرية راح أبيعها يعني بنفس الوقت، ما راح أجردها وأطلعها أجردها. ليش؟ عشان الحمد لله رب العالمين جردنا بما فيه الكفاية في 40 مخلف، هذولا موعد السنة الجاي، مندزهن صبح السنة ومنبركهن عنا، مننطيهن طواير، مندفيهن بيض، منحضن عليهن بيض، ومندزهن كلياتهن مع بعض إخوان موعد، لا فيها طير أكبر منها ولا إشي، كلها هيك بتطلع قطعة قوية نخب أول. طبعا ما بعرف إذا بترجع تشت الدنيا إنه كلش حمامات الرأس الأول، ما بعرف. فعلى كل حال احنا راح نصور لكم هون 10 دقايق مع المخاليف، نصور وين العلف. داعي 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 طير بالبرد بوكل بعشية على راس الحمام هاي، خلص سبحان الله. واحسن انها تكون زي هي جيعانة عشان ايش ما تغلبني على الحبس، تحبس مي بسرعة ما تغلبني اظني ساعة اركض وراها. لا بلندي طيرة زي ما شايفكم، ربنا رايكم كمان. بلندي طيرة مش في حكي يعني، لا مجال للنقاش زي ما بيقولوها. لازم نعتم حمامات الموعد، مشكلة المكبس مش عندي، انت شايف كيف بتصير، بصير تقف على الباب يوم تشوف حمام برا، والله شي غلط، هذا شي بيخرب نفسيتها وتبطل بدها تطير، بصير كيف. فلازم لازم ارن على صاحبي خليه يجيب لي المكبس وعتم عليها بسجادة اي اشي يعني مبدئيا يعني، والجو بارد من هيك هيك يعني لازم يتسكر عليها، فحرام يعني تظلها زي هيك. تظل كيف بتلاخم، بدها تطلع تطلع تهوج وتطش مع هالمخاليف، لازم اسكر عليها اعتم عليها. حمام الكوم لازم يتعتم عليها، مش لازم تشوف الضوء عشان ما تضيع نشاطها ويتفحل زي هيك وتهوج يعني ناس كثير عارف الاشي هذا. في ناس كثير تقول بتخنقها لا تعتم عليها لا اشي، هاي السنة الماضية عتمت واموري طيبة ولا اي اشي، واحسن يعني الطير ما بفندق جوا، ما ظلوا خلاص لابد، ظلوا لابد لما ايش يفتح عليه، لما تفتح عليه بيطلع زي المجنون، بيطلع مش شايف قدام، بس بده ايش يسوق يروح يمشي يغيب. المخاليف طاش كلها، طبعا شطفنا السطح
هيك شنو في مي وهيك، كنا خلنا نشطف وننظف، ما زال في مي من عند ربنا فشطفنا. فبتكون هيك نهاية حلقتنا. إذا إنها اشتت الدنيا أو ما في عدم استقرار زي هي، راح أنزله هسه مباشرة الفيديو، ما راح أصبر عليه. راح أصير يوم ما نجرد هاي الحمام راح أصير أنزل فيديو مثلا عند الظهر يوم ويوم حمام موعد، يوم عند الظهر ويوم حمام موعد. فراح ولو إني مثلا هاي إن شاء الله لو إنها فراغ سطحي ما بنزل غير فيديو غير الصبح، يعني بصير كش صبح أحسن. فلهنا تكون نهاية حلقتنا. إذا عجبك، إذا عجبتك المخاليف يعني إذا عجبتك، بس بدنا تدعمنا بلايك واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.